السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي المشاهدين في كل مكان، حبايبي حبايب مطبخ على الهوا، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، ومتشكرة جدا لتعليقاتكم الإيجابية، ومتشكرة جدا لكل اللي بيشجعني. وزي ما احنا لسه متفقين مع بعض، المطعم في البيت، يعني ولادك وانتو والأسرة الكريمة، محدش هيروح المطاعم خالص، احنا هنجيب المطعم في البيت بمنتهى السهولة وبأقل التكاليف والإمكانيات، وعلى قد إيدينا هنعمل وصفات كتير. زي ما احنا اتفقنا ان دلوقتي الوقت اللي احنا متعودين او عايزين بالذات الوقت ده ندخل الخضار على قد ما نقدر، عملنا الحلقة اللي فاتت التورلي ودخلنا فيه جميع انواع الخضار، وكده اضمن ان ولادي بياكلوا الخضار والبروتين وكل حاجة داخله لهم في وجبة واحدة. النهاردة كمان مكملة معاكم حاجة سهلة وبسيطة خالص، هنعمل مكرونة البولونيز، سهلة جدا، مكوناتها على قد ايدينا خالص. وكمان النهاردة ان شاء الرحمن هعمل معاكم السبرينج رول بالخضار، عشان نقدر ان احنا برضو ندخل الخضار ونرفع من المناعة بتاعتنا في الوقت الحالي ده اللي كلنا محتاجينه، مش بس كمان الاطفال. هنسمي الرحمن وهقول على المقادير بتاعتي على طول. محتاجة المكرونة البالونيز معايا، محتاجة لحمة مفرومة الكمية بتاعت حضرتك اللي انت عايزاها، ومحتاجة معايا بتعمل مكرونة اسباكيتي، بس حضرتك حسب ذوقك لو انت عايزة تعمليها بأي مكرونة عندك في البيت ممكن ان انت تقدري تشتغلي بيها. هسمي الرحمن وهحط كده الطاسة بتاعتي او الصينية بتاعتي الموجودة عندك تسخن، وعلى طول هنبتدي في المكرونة، وبعد كده هنعمل السبرينج رول. السبرينج رول احب ان انا اكلمك عليه الاول على ما الطاسه بتاعتنا تسخن. هو بيتعمل بيتباع في اكياس جاهزه كده في السوبر ماركت، وغالي شويه، عجينته ارق من عجينه السمبوسه شويه. فاحنا عشان زي ما اتعودنا هنا من البرنامج بتاعنا مطبخ على الهوا ان احنا بنعمل الحاجات على قد ايدينا، انا جايبه لك النهارده البديل بتاع السبرينج رول، بدل ما اشتري من السوبر ماركت غالي جدا عليا، لا انا النهارده هشتغل بيه بالجلاش، وهيعمل معايا نفس النتيجه ونفس التست ونفس الطعم، ويبقى كمان اكلت ولادي كل حاجه موجوده بره. اهو هسمي الرحمن وهنزل على طول بزبده وزيت زي ما احنا متعودين مع بعض، او اي ماده دهنيه حضرتك بتفضليها هتشتغلي بيها. بسم الله، سمنة على زيت عشان ما تتحرقش، وزي ما انتم متابعيني وعارفين ان انا بنزل الاول باللحمة المفرومة تاخد معايا صدمة، وبعد كده انزل بمعلقة الخل بتاعتي السحرية قوي قوي في كل حاجة اللي هتقتل لي اي بكتيريا ضارة في اي حاجة. الخل ما بستغناش عنه لا في نظافة ولا في غسيل خضار ولا في الاكل ولا في اي حاجة. على قد ما اقدر بجيب لك الامكانيات او البدايل اللي احنا اي بيت في الدنيا يقدر ان هو يعملها، وما تبقاش حاجه مكلفه عليكي ان شاء الله. سهله جدا جدا مكرونه البانيز، ولو راجع من بره مستعجله او اي حاجه هي بتنقذك الصراحه، اكله سريعه جدا وشهيه جدا. زي ما احنا متعودين مع بعض بدي اللحمة بتاعتي صدمة، وبنزل عليها بمعلقة الخل بتاعتي اللي احنا متعودين عليها على طول. وهبتدي اسمي الرحمن واشوحها كده واسيبها لما تاخد الصدمة بتاعتها كويس قوي. على ما تاخد الصدمة بتاعتها هقول البهارات اللي انا هحطها عليها النهاردة. زي ما تعودنا مع بعض البهارات مش كتير عشان احس بطعم اللحمة بتاعتي او طعم الاكل. في اكلات بقولك دخلي بهارات كتير، وفي اكلات بقولك لا احنا مش محتاجين هنا البهارات كتير. معايا ملح وفلفل،
وكزبرة وتوم باودر. النهاردة مش هحط توم فريش، هحط توم باودر. هقلب اللحمة بتاعتي كويس. حابة ان انا اتكلم معاكم النهاردة كمان. الثانوية العامة ربنا معاكم يا رب، وان شاء الله خير، ربنا ما بيضيعش تعب حد، انتوا تعبتوا ان شاء الله ان شاء الله. هتجيبوا المجموع العالي وهتخشوا اللي نفسكم فيه. ربنا يكفيكم يا رب شر الوباء، ويرفع يا رب عننا البلاء، اللهم امين. وبحب ان انا ابارك لكل ولادنا اللي نجحوا في جميع المراحل التعليمية، ويا رب كده دايما من نجاح لنجاح، وربنا يطمنا على الثانوية العامة ان شاء الله. نزلت بفلفل اسود، ونزلت بهارات لحمة، كزبرة اللي اتفقنا عليها ان هي سحر، وكمان هنزل بشوية توم باودر. دي البهارات بتاعتي النهاردة، مش هحتاج اكتر من كده غير الملح ان شاء الله، لما تخش كده شوية ايه في التشويح بتاعها الحلو اللي انا عايزاه. على ما تاخد معايا الصدمة بتاعتها، هحضر البصل جنبي، من اسهل الحاجات المكرونة بتسلقيها واللحمة بتديها التشويحة كده، وهننزل عليها معلقتين الصلصة، وهننزل عليها بنص كيلو طماطم، على نص كيلو اللحمة نص كيلو طماطم، وهتاخد الغلوتين بتوعها، ويبقى كده جاهز معايا طبق البولونيز بتاعي الجميل النهاردة. على ما هي بس تتشوح كده هنطلع فاصل صغير، وهرجع لك على طول، ومش هعمل اي حاجة غير لما ترجعي لي. ثواني وهرجع لك. ورجعت لكم حبايبي بعد الفاصل، ما عملتش اي حاجة، لسه اللحمة بتاعتي اهي بتاخد التشويحة الجميلة بتاعتنا، ما عملتش اي حاجة في الفاصل، مستنية لما ترجعي لي. هنزل عليها بالبصلاية بتاعتي، التقطيع اللي حضرتك عايزاها واللي تحبيها اشتغلي بيها، هي بصلاية واحدة. هشوحها كده التشويحة الخفيفة عشان احس بطعم البصل وما يتهريش معايا، واحس بطعمه واستفاد كمان بقيمته الغذائية. هي هتاخد التشويحه كده، هعمل ايه، هنزل معلقتين الصلصه، معلقتين بس، وهشوحهم معاها. وهجيب عصير الطماطم. معانا اتصال استاذة نهلة. الو، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا رب، نورتيني بالاتصال. انا كنت عايزة اطلب منك طلب. اموريني. عايز طريقة الحواوشي. حاضر، من عينيا هقول لك. حاضر على الحواوشي، نورتيني باتصالك يا استاذة نهلة. ما عملتش حاجة استاذة نهلة معانا على التليفون، غير اني نزلت بمعلقتين الصلصة، شوحتهم مع اللحمة كويس،
ونزلت بعصير الطماطم، وهسيبها كده ايه تتسبك شوية مع بعضها. هعمل ايه تاني؟ هجيب حاجة اشوح فيها الخضار بتاعي عشان اشتغل في السبرينج روم بتاعي، عشان ما نوقفش على حاجة لغاية ما تسبك معانا اللحمة بتاعتنا الجميلة النهاردة البالونيز معانا. اي حاجة ممكن اشتغل فيها. اجيب معايا حلة كده على النار، وهاخد قطعة زبدة كده. اصلا السبرينج رول دون يعني من الاكلات اللي بتتاكل في المطاعم الصينية، هي اكلة اصلا صينية. الزبدة، شوية الزيت، زي ما حضرتك عايزة بقى بتشوحي معاها في طاسة في صينية في حلة، اللي موجودة عند حضرتك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجة. هحضر الحشوة بسرعة عشان اروح الف الجلاش براحتي، واسيب الزيت يسخن براحتي عشان هنقليه فيه بعد كده. هسمي الرحمن، وهنزل اول حاجة بالبصلية بتاعتي. السبرينج رول زي ما قلت لحضرتك هي اصلا اكلة صينية وبتتاكل في المطاعم الصيني، وغالية جدا جدا. لا احنا النهاردة هنعملها على قد ايدينا خالص، وكمان يبقى دخلنا الخضار الجميل ده لولادنا الوقت ده احنا محتاجينه. اصلها بتعتمد على الكرنب الابيض او الكرنب الاحمر، بس هي اصلها الكرنب الابيض. طبعا هناخده هنشوحه دلوقتي بعد البصلايه كده تشويحه خفيفه. نزلت بشويه الملح عشان البصلايه بسرعه ما تاخدش وقت معايا. وبتعتمد في البهارات بتاعتها على الكبيبه الصيني، هنحط منها رشه مش كتير قوي، يعني رشه خفيفه. حضرتك عندك بواقي فراخ ممكن تنزلي بيها او تشغليها معاها، عندك بواقي لحمه ممكن ناخد شويه لحمه من اللي احنا عاملينهم النهارده. اي حاجه بتقدري ان انت تشتغلي بيها، وكمان بتعلي القيمه الغذائيه للاكله اللي انت بتعمليها. زي ما حضرتك شايفه كده البصلايه لسه زي ما هي، هي ما خدتش يعني ما دبلتش معايا، عايزاها زي ما هي صحيحه كده. وهسمي الرحمن، وهنزل بشويه كرنب كده ايه محترمين معايا عشان يدبلوا، ومعايا كمان شويه فلفل رومي. وهاخد حته قرن كده ايه حراق مش كتير، طبعا لو عندك اولاد صغيرين بلاش الحراق. وهنزل بشوية جزر. يبقى شفتي اكلة واحدة انت حطيتي فيها كام حاجة. وهشوح كل الخضار ده كده مع بعض لحد ما يدبل، وهتبقى دي الحشوة بتاعتي النهاردة اللي انا هحشي بيها السبرينج رول. بس السبرينج رول بتاعنا اللي على قد ايدينا اللي هي الجلاش. كمان هما بيجوا في الاخر بيضيفوا عليه حاجه كده هقول لك شبيهه بايه، مثلا بالكنافه عندنا، بس هي نوع شعريه عندهم بيحطوها في الميه بتتنقع فبتشرب الميه دي، فبينزلوها على الاكله دي في الاخر وبيقلبوها معاها، فبتدي نفس المطه بتاعه الجبنه المرزللة. فممكن احنا نحط، ممكن نحط بشر جبنه رومي. كل الحشوات بتاعتك انت بقى، لعبتك انت في المطبخ.
اكيد الولاد بتزهق. معانا اتصال. الو. الو، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. انا بحبك قوي قوي والله، وبحب كل وصفاتك الجميله. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش منك على كل وصفاتك التحفه. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك والله، وبنجرب كل وصفاتك بتطلع تحفه يعني. ربنا يخليكي، ما تحرمش من ذوقك العالي. انا معايا ابن عايز يكلمك. اهلا وسهلا، ينورني. الو. الو، اهلا وسهلا، اسمك ايه؟ اسمي اياد. ايه؟ اسمي اياد. اياد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ منورني باتصالك، شرفتني حبيبي انت وماما، وشكرا لذوقك العالي. ما عملتش اي حاجه، حطيت البهارات بتاعتي، حطيت شويه ملح، حطيت شويه فلفل اسود، شويه كزبره، شويه ثوم بودر، وحطيت شويه كبيبه صيني وشويه بهارات لحمه. وممكن استغنى عن بهارات اللحمه، كفايه الكبيبه الصيني حسب ذوقك. وادي يا ستي جاهزه معانا الحشوه بتاعتها. اعتقد مفيش اسهل من كده، حاجه ما خدتش معاكي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. اللحمه بتاعتي اهي شغاله، خلاص قربت تشرب الصوص بتاعها. طيب، متأسفة جدا الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها، ان انا ما بقدرش ارد على كل الاسئلة اللي بتجيني، عشان والله بحب ان انا في الحلقة اعمل لكم الحاجات اللي تستفادوا بيها، فساعات كتير ما بردش على حاجة، فمعلش متابعيني على صفحة البرنامج على قناة الصحة والجمال استاذة سلمى. الو. الو، اهلا وسهلا. ازيك يا سيف، عاملة ايه؟ الحمد لله، ازيك انت يا حبيبتي؟ بحبك جدا يا سيف والله. ربنا يخليك يا سلمى، ما تحرمش منك ولا من ذوقك العالي. منورة بجد الشاشة كلها. ربنا يخليك يا رب، ده انت اللي نورتيني باتصالك الجميل زيك ده. ليك اي سؤال يا سلمى؟ انا اتصلت بس عشان اسلم عليكي. حبيبتي ربنا يخليكي، ما تحرمش من ذوقك العالي، ربنا يخليك يا حبيبتي. مبسوطة قوي قوي باتصالك يا سلمى. انا اكتر بكتير. ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي ماشي يا حبيبه قلبي، باي باي. خلاص الخضار معانا اهو اتشوح، خلاص في اسهل من كده؟ مفيش، خدت معانا ولا وقت ولا مجهود. خدتش وقت ولا مجهود معانا، يبقى خلاص اهو الحشوه معانا جاهزه بتاعه السبرينج رول. هسمي الرحمن وهطلع الجلاش واشتغل بيه، يبقى ده السبرينج رول اللي على قدنا، ما بنقفش على حاجه، كل حاجه عندنا ليها بدايل، وبنقدر نتصرف وبنقدر نعمل كل حاجه في البيت، ما بنقفش على اي حاجه. اللي حضرتك بتشتريها من بره او من الهايبر او من الماركت بتكون بالظبط قد المربع كده، وفي كياس، وبتكون ارق من عجينه السمبوسه كمان. انا النهارده بسم الله بطريقه ظريفه كده اقسم. استاذة انجي. الو. الو، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي، اهلا وسهلا. قوي قوي قوي، وذوقك كده ويعني الوصفات اللي جربتها بتطلع تحفة. ربنا يخليكي يا رب، ده انت اللي كلك ذوق. انا كنت عايزة اطلب منك طلب. اموريني اللي انت عايزاه. عايزة طلب مكرونة بالبشاميل. معلش تاني؟ المكرونة بالبشاميل. المكرونة بالبشاميل؟ ايوه. حاضر، من عينيا. هقول لحضرتك عليها، وان شاء الرحمن الحلقة الجاية هنعملها مع بعض.
هنعمل البشاميل والنجرسكو مع بعض، او عندي حل احسن، هستنى اقتراحاتكم واسئلتكم على صفحة البرنامج، وقولوا لي الحلقة الجاية تحبوا نشتغلها ايه، حلو ولا معجنات ولا نعمل المكرونة والنجرسكو اللي بيطلب مننا كتير. اللي انت عايزينه انا هعمله. هجيب كده الجلاش معايا، هاخد ورقة ورقة، بس بحاول ان انا اغطيه على قد ما اقدر، عشان الجلاش زي ما حضرتكم عارفين بينشف بسرعة، ولما بينشف عادي بنشتغل بيه. بعمل ايه؟ بدخله كده حتت صغننة كده، اديله تشويحة على الشواية في الفرن، واشتغل بيه طاجن ام علي بدل عجينة الملفيه او الكرواسو او اي حاجة. انا سايبه بس كده ايه تبرد معايا شويه الحشوه. استاذه روحيه، الو. الو، اهلا وسهلا. انا بحبك قوي شيخ. ربنا يخليك يا رب. انا اللي بحبك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. عايزه اطلب طريقه الكيك الشوكولاته. كيكه الشوكولاته؟ ماشي، بس كده؟ حاضر. وهقول لك مفاجأة حالا دلوقتي. حاضر، من عينيا الاثنين. كيكة الشوكولاتة يا ستي من اسهل مما يمكن. هعمل ايه؟ هجيب عندي 3 بيضات وتطلع كيكة شوكولاتة. هجيب عندي 3 بيضات وكوباية ونص دقيق وكوباية سكر وايه كمان، كيس بيكنج باودر، 2 فانيليا، معلقه خل، ونص نص كوبايه كاكاو وكوبايه لبن، كوبايه كاكاو، كوبايه وربع سكر، كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه كاكاو، 3 بيضات، كيس بيكنج باودر، كيس الفانيليا، اوعي تنسي معلقه الخل. كل ده ممكن حضرتك تضربيه في الخلاط، ماشي؟ ممكن حضرتك تضربيه في الخلاط. ممكن ايه كمان؟ ممكن حضرتك تضربيه بالمضرب اليدوي او السلك مع بعض، لما يبقى القوام ولا خفيف ولا تقيل كده، ايه ماسك نفسه. وكمان الصوص اللي احنا اتكلمنا عليه مع بعض، الصوص الجميل ده اللي هقولك حالا 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 عاملينه ازاي. عاملين كوباية لبن وكوباية سكر بودرة. حاضر، هكمل لحضرتك بس معايا استاذة منة. الو. الو، ازيك يا سيد؟ اهلا وسهلا. انا بحبك قوي قوي، كل وصفاتك وذوقك يعني بجد احسن شيء والله. ربنا يخليك يا رب، ده انت اللي جميله وذوقك عالي. ربنا يخليك، وصفاتك جميله واسلوبك كده والله بجد يعني انت احسن شيء والله. ربنا يعزك يا رب ويخليك ليا، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. كنت عايزه اطلب منك طلب. اموريني اللي انت عايزاه. عايزه طريقه الكشري. طريقه الكشري؟ حاضر. ايوه، بس كده من عينيا الاثنين. احلى كشري، نورتيني باتصالك حبيبتي. هقول لحضرتك على الكشري، بس هقول على صوص الشوكولاته ده الجميل ده انا عملته ازاي. الصوص الاقتصادي جدا اللي على قدنا جدا جدا، كوبايه لبن وكوبايه سكر بودره ومعلقه كريم شانتيه عشان تخلي القوام زي ما حضرتك شايفاه كده تقيل، وبحطهم في الخلاط وبفتح الخلاط من فوق، وبنزل بكوباية زيت اللي هي بتديني، اللي هتخلي الحاجة تتجانس مع بعض وبتديني اللمعة الجميلة دي. الكيكاية دي النهاردة كيكة اقتصادية جدا جدا، ما كلفتكيش اي حاجة، ممكن تفرحي ولادك بيها وتقومي تعملها لهم بمناسبة النجاح، وتبقى بشرة خير للثانوية العامة ان شاء الله. وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها نجاح، ويا رب يفك الكرب على خير ويزيح الغمة يا رب عننا كلنا. كيكة في منتهى السهولة، في منتهى الجمال. لو القوام تقل معاكي باخد معلقتين لبن واخفها، لو القوام مش قوي اوعي تنسي نص كوباية الدقيق، نص كوباية الكاكاو. ادي معانا احمد. الو. الو. الو يا احمد. الو. اهلا وسهلا حبيبي، ازيك؟ ما شاء الله، عامل ايه؟ كويس، ربنا يخليك. انا اللي بحبك يا حبيبي.
بموت فيك. ربنا يخليك يا رب. ما تحرمش منك. نورتني باتصالك يا استاذ احمد. معانا استاذ احمد تاني. اهلا وسهلا. كل عام. اهلا وسهلا. الو. الو. أيوة. ايوه استاذ احمد. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. سمع حضرتك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. بس اللي هي البيتزا اللي بتتعمل بتبقى حجمها، عايزين نعمل بيتزا حجم عائلي. بيتزا حجم عائلي؟ اه. حاضر من عينيا. انا هقول لك على المقادير وانت تعملها على صينيه او صينيتين تبقى كده حجم عائلي. نورتني باتصالك. حاضر من عينيا. مع الف سلامة. معايا استاذة ياسمين. الو. الو. متأسفة جدا، كلميني مرة تانية. بصي كيكاية اهي عملناها بطريقة مبسطة، صوص مبسط هتبسطي ولادك بيها. طبعا هنسيبها لما تجمد كده لاخر الحلقه ان شاء الله ونقطعها مع بعض. الو. انا معجبين بحضرتك جدا وعاوز اشكر حضرتك على الاكل اللي حضرتك بتعمليه باقل تكلفه. وحضرتك بره يعني اقول لحضرتك بره بيبقى اعلى تكلفه. ما انا فاهمه والله. انا بشكر حضرتك. ربنا يخليك يا رب. وهو ده الهدف جدا جدا يا شيف. هو الهدف ده من البرنامج ان احنا نعمل. وانا والله انا بتفرج على حضرتك على البرنامج ده عشان خاطر حضرتك. اهلا وسهلا، نورتنا باتصالك. ربنا. استاذه نوره. الو. الو. اهلا وسهلا. بحبك قوي، بحب برنامجك. ربنا يخليك يا رب. انا اللي بحبك قوي 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 يا نوره. ربنا يخليك. الكيكه اللي انت عاملاها بالشوكولاته دي جميله. ايه رايك؟ ربنا يخليكي. هتقومي تعمليها؟ اه هقوم اعملها. اهي قدامك على الشاشه. ايه رايك فيها؟ سهله خالص وبسيطه خالص وعلى قدنا خالص. وهتقومي تعمليها لمامي وتفرحيها ان شاء الله. نورتيني باتصالك يا قلبي. استاذه ياسمين. الو. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. منوره الشاشه والله. ربنا يخليكي يا رب. ده انت اللي منوراني. ايه الكيكه الجميله ديت؟ ربنا يخليك يا رب. انت احلى. دي كيكه اقتصاديه على قدنا خالص بقى كده عشان نفرح ولادنا. ربنا يخليك. انت عامله ايه حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. وحضرتك بالصحه والسلامه. تسلمي. انا بس عايز طريقة اللازانيا لو سمحت. عيني. حاضر. هكون شاكر حضرتك كتير والله. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك. انت بس عايز اتكلم حضرتك بس كده. اهلا وسهلا. اتفضلي. الو. الو. ايه يا حبيبتي؟ الو. انا معاكي. عامله ايه يا قمر؟ طويل. دايما يا رب الحمد لله بخير يا رب. بحبك. بتحبيني يا خلاصي وانا كمان بحبك قد الدنيا. حبيبه قلبي انا بهديلك الكيكايه دي النهارده. ماشي. شكرا يا شيف. ربنا يخليكي. نورتيني باتصالك حبيبه قلبي. معانا اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. الو. ايوه مع حضرتك. الو. ايوه اتفضلي. اهلا وسهلا. سمع حضرتك. اتفضلي. انا بحب حضرتك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا رب. انا بحبك اكتر. اهلا وسهلا. احنا مبسوطين حضرتك يعني عشان يعني المكونات البسيطه والسهوله والكلام الشرح الجميل وكده. ربنا يخليكي يا رب. انت اللي حبيبه قلبي ونورتيني باتصالك الجميل ده وذوقك العالي. احنا انا اول مره بصراحه اشارك في برنامج بس عشان خاطر حضرتك. والله ده شرف ليا النهارده ان انا سمعت صوت حضرتك. الله يخليكي يا ست الكل. الله يخليكي. كلامك على راسي من فوق. نورتيني. انتم طيبين وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه. ما تحرمش من ذوقك. معانا ام زياد. الو. الو ام زياد. الو. صباح الخير. صباح الفل.
صباح الصحة والجمال. صباح الهنا على عيونك. كل سنة وانت طيبة وتسلم ايديكي على الحاجات الجميلة اللي انت بتعملها لنا دي. ربنا يخليك يا رب وانت طيبة وبالصحة والسلامة يا قلبي. وضحكتك جميلة وما شاء الله عليكي ودايما ان شاء الله يا رب متألقة وجميلة كده. ربنا يخليكي ما تحرمش منك ولا من كلامك الجميل وذوقك العالي. كل سنة وانت طيبة وتسلم ايديكي وربنا يحسن ما بين ايديكي يا رب. امين يا رب. انا وانت والناس كلها يا رب. سعيدة بسمع صوتك يا شيخ. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. مع الف سلامة. مع الف سلامة حبيبتي. مع السلامة. ام محمد الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. معاكي يا ام محمد اتفضلي. لو سمحت انا عاوزه طريقه البشاميل كل ما اعملها تبوظ مني. بتبوظ منك كل ما تعمليها؟ ايوه. طب انا هقول لك على طريقه تشتغليها على البارد وبعد كده ترفعيها على النار عمرها ما هتبوظ منك. اوكي. عينيا. حاضر. امريني. نورتيني باتصالك حبيبه قلبي. الامر لله. ربنا يخليك. سلام. مع الف سلامه. سلام. هرد على كل الأسئلة اللي جات لي من عيني. حاضر. واتصالاتكم دي بتنورني وبتشجعني وبتخليني كده فوق في السماء. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من اتصالاتكم يا رب. عملت ايه هنا؟ حطيت معلقتين دقيق ونزلت عليهم بشوية مية عشان دي هتكون المادة الصمغ بتاعتي اللي هقفل بيها حتة الجلاش بتاعتي بعد ما احط فيها الحشوة. زي ما انتوا شايفين كده اخففها اتقلها. دي حاجة بتاعتي انا اهي. ممكن كمان بياض بيضة لو ما عندكيش دقيق ممكن بياض بيضة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اعرف معنى اعمل البشاميل ازاي. البشاميل؟ اه. من عينيا. حاضر. هقوله حالا لحضرتك البشاميل ازاي ليك والاخت ام محمد. البشاميل اللي بيبوظ منها. البشاميل من اسهل. والله احنا مبسوطين جدا. والله احنا شايفينك على الهواء. والله ربنا يخليك يا رب ما تحرمش منك ولا من ذوقك. نورتني باتصالك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. نورتني باتصالك. شكرا لذوقك. بص البشاميل من اسهل مما يمكن. انا طالما بيبوظ مني على النار او ما بعرفش اتحكم فيه على النار انا هشتغل على البارد وبعد كده ارفعه على النار. ازاي؟ عندي اربع او خمس معالق دقيق يبقى هنزل باربع او خمس معالق زبدة او سمنة المادة اللي انا عايزها. مش هشتغل على النار هشتغل برا. ماشي. الزبدة والدقيق واللبن وهدوبهم كلهم مع بعض. لبن قد ايه؟ نص كيلو دقيق. نص كيلو لبن على الاربع خمس معالق دقيق اللي انت هتحطيهم مع الزبدة. وبعد كده ممكن حضرتك اللبن قليل بضيف بمرقة موجودة عندي او بكمل بمية مفيش اي مشكلة. بدوبهم كلهم مع بعض على البارد وارفعهم على النار اشتغل. هبص الاقي طول ما ايدي شغالة فيه بالمضرب السلك القوام بيتقل لحد ما اوصل للقوام اللي تقيل ولا خفيف. معانا ام سلمى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تسلم ايدك. ربنا يخليك يا رب. تسلم ذوقك. لو سمحت انا كنت عايزه المبكبكه الليبي. بس كده. حاضر. من عينيا. وعاملها لك كمان على الهواء. نسيتي النهارده تقولي لي عليها. حاضر يا قلبي. ولو نسيت على صفحه البرنامج هجاوبك عليها من عينيا الاثنين. حاضر. نورتيني باتصالك. ما عنديش نت بالله عليك. حاضر يا حبيبتي. من عينيا الاثنين. نورتيني باتصالك يا قلبي. مع الف سلامه. خلاص قربت اخد المكرونه من على النار. عندي اهو كده الطبق بتاعي. هعمل ايه؟ هاخد شويه خليط من اللي انا عاملاه ده كده اهو. حاجه في منتهى السهوله ممكن ولادك الصغيرين يخشوا يعملوها كده. نحاول يا جماعة تاني نغطي الجلاش عشان بينشف بسرعة اهو كده. والفه كده واحط مادة اللزق معايا اللي هي الدقيق اللي انا عملتها كده وهقفل اهو. بقت معانا معايا استاذة اسراء. الو.
معلش يا اسراء كلميني تاني حبيبتي. احاول ان انا اسيبه متغطي على قد ما اقدر. ممكن اعمل الخلطه دي والفه كده واحطه في اطباق فويل واشيله في الفريزر ويبقى جاهز على التحمير على طول. ماشي كده اهو، والف كانك بتلفي بقى ايه ورق عنب محشي كده، يعني حاجه بمنتهى السهوله وهتعجب ولادك جدا. وممكن حضرتك ليكي حريه الاختيار في الحشو. معانا استاذ انور. الو. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامل ايه؟ في نعمه والله، نحمد ربنا على كل شيء دايما يا رب، ربنا يديم نعمته عليك. اولا انا بشكر حضرتك على اسلوبك السلس في الوصفات اللي حضرتك بتقدميها، الوصفات سهله جدا والمعلومات بتوصل بسرعه. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك، وهو ده هدف البرنامج معانا يا استاذ انور، ان احنا نعمل كل حاجه في المطاعم في البيت بمنتهى السهوله. ده كده اصبح ان الرجاله ممكن يكون لهم دور ان هم يعملوا الوصفات بتاعت حضرتك بسلاسيه جدا. فرصه بقى يا استاذ انور، يعني بنروح بدري كده بقى ايه الساعه 5 وبتاع، فنقدر ما عملناش حاجه بالظبط كده، فنقدر ان احنا بقى نريح المدامات شويه ونقوم نشتغل في المطبخ عادي. طيب كنت عايز اعرف من حضرتك وصفه صينيه اللحمه بالبطاطس او البطاطس باللحمه. عينيا، حاضر. احلى صينيه بطاطس اقولها لحضرتك حالا يا استاذ انور. انا بشكرك لذوقك، والسلام عليكم. ربنا يخليك يا رب، انا اللي اتشرفت بيك، مع الف سلامه. هكمل السبرينج رول معايا بس بسرعه، لقيت البالونيز بتاعي خلاص كده ايه خلص، فهاخده كده بعيد. طبعا الريحه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، طبق شهي جدا. وزي ما بقول لحضرتك ما توقفيش نفسك على حاجه، ممكن تشتغلي باي مكرونه موجوده عندك، بس احنا لما بنروح المطاعم وبناكلها بره احنا بنلاقيها مكرونه اسباجيتي، بس انا بقول لحضرتك ما توقفيش نفسك على اي حاجه الموجود عند حضرتك تشتغلي بيه. دي مكرونه اهي زي ما حضرتك شايفه مسلوقه ما فيهاش اي حاجه، بس الصراحه يعني ما بطلعها ايه ربع سوا كده ولا حاجه، هنزلها معايا كلها في الطبق كده وبالف هنا. احلى شويه مكرونه بولونيز لاحلى متابعين قناه الصحه والجمال وبرنامج مطبخ على الهوا. وطلباتكم اوامر، ابعتوا قولوا انتوا عايزين ايه وانا هنفذه على الهوا هنا على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده، انزل بقى براحتي كده ايه البالونيز الجميل بتاعي ده اهو كده، ريحته في منتهى الجمال وان شاء الله طعمه احلى. بس ايه المهم ان انت ما تقدميش البالونيز سخن، يعني خلاص هودي على السفرة، فابتدي ان انا انزل الخلطة بتاعتي كده. طبق في منتهى السهولة وبناكله من مطاعم غالي جدا. استاذة نيفين. ايوه بس. الو. ايوه حبيبتي. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. وصحن طيبة. وحضرتك طيبة وبخير يا رب، واسرتك الكريمة بخير. ايه الحلويات اللي انت عاملاها الجميلة دي؟ ربنا يخليكي، ده انت اللي جميلة وصوتك جميل. الله يبارك فيكي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي. ربنا يكرمك يا رب، احلى متابعين الصحة والجمال، حلو وحادق قدامك اهو. والله احنا سلفوك من سيادتك، يعني ان احنا نقول لك حاجة وانت ممكن توصليها على الطريق. ممكن؟ قولي تاني يا استاذة نيفين. احنا اؤمريني. متأسفة جدا على قطع الاتصال، واللي انت عايزاه عينيا ليكي انا هعملهولك. معايا كده طماطمايه قطعتها كده والفها ورده جميله ومنتهى السهوله عشان اقدم الطبق بتاعي الجميل النهارده، المكرونه البالونيز
ما خدتش مني وقت ولا مجهود. وكمان السبرينج رول، السبرينج رول مش هياخد معانا برضو وقت ولا مجهود. ادي الطبق معانا اهو، ممكن حضرتك تضيفي بقدونس، جزر اللي انت عايزاه، الجرناشه دي بتاعه حضرتك. وصحتين وهنا على قلبك، وارجع اشتغل بسرعه. استاذه هدير، الو. الو، اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. دايما يا رب. بقول لك انا عايزه اقول لك على حاجه، انا الاكل انا بعمله جميل جدا وكل حاجه ما شاء الله. عندي الكيكه بتطلع وحشه. الكيكه؟ اه. ليه بقى؟ ده كيكه برتقال. برتقال كمان؟ اه لا، البرتقال بتطلع مني يعني مش البوتاجاز بقى مش مظبوط، انا قلت كل البوتاجاز مش مظبوط ولا حاجه. لا بص، انا اقول لحضرتك على التريكات اللي تطلعها معاكي ان شاء الرحمن مظبوطه جامد يعني ان شاء الله. واقول لك اسهل كيكه برتقال. ماشي حبيبتي. كل ما اعمل حاجه ما بتعجبش تقولي، وانا والله بلاقي جميل بس ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكي يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي. طيب معلش يعني ما حدش كامل، لازم حاجه كده تقع مننا وهنتعلمها بسرعه. استاذه نيفين نورتيني باتصالك. استاذه نيفين معايا؟ ايوه. ايه يا حبيبتي اموريني؟ امر لو سمحتي، انا مطلقه ولسه جوز بنتي، اتخطبت مره واثنين وعايزه مساعده، تقدري توصليني لحد؟ من عيني. حاضر، في الكنترول حضرتك، واحنا معاكي والناس كلها معاكي، واللي يقدر يساعد استاذه نيفين بحاجه يا احنا كلنا معاكي ان شاء الله. نورتيني. زي ما انتوا شايفين انا بكمل في السبرينج رول بتاعي، حاجه سهله وبسيطه خالص. ممكن بنانيتك العسيل وهم قاعدين يقوموا يعملوها، ممكن زوجك، ممكن اي حد يقدر ان هو يعملها. والحشوات دي بقى ايه لعبتك، عايزاك تكتبي لي في التعليقات وتقولي لي انت حشيتيها بايه وعملتي ايه. الاسامي بس هي اللي بتبقى جامده، بس احنا ما بنقفش على حاجه وعندنا كل الحلول ان شاء الرحمن لاي حاجه. مالها الجلاش اللفه ما شاء الله كبيره اهي ومليانه، وهتعمل لنا لو عندك عزومه هتعمل سيرفيس محترم من حاجات بسيطه قوي عندك. استاذه سعديه، الو. متاسفه جدا، كلميني مره تانية اهو. الحشوه تكتريها تقلليها، دي بتاعتك انت ولعبتك انت. حاجه بمنتهى السهوله، اهم حاجه لو حضرتك هتفرزيها في الفريزر، طبعا زي ما احنا متعلمين مفيش بنحطش حاجه على بعض، كل واحده بوحدتها في الطبق عشان ما تعجنش مني او عشان ما يجرالهاش حاجه. بالظبط والله، انت بتجيبي من بره هي بتبقى نفس الحجم كده اللي بتتباع باكت في السوبر ماركت. يبقى انت دخلت لهم الخضار اللذيذ اهو، هياكلوه هياكلوه، وخصوصا لو هم كمان عاملينه بايديهم. فرصه بقى الاجازه دي ان انت تدخلي ولادك معاكي المطبخ وتعلميهم لنفسهم قبل ما يكون ليكي. بنات او صبيان والله ما بتفرقش يعني، المهم ان ولادنا يقدروا في يوم من الايام ان هم يعتمدوا على نفسهم. استاذه لوزه، الو. مساء الخير. اهلا وسهلا استاذه لوزه. لوبي. مين؟ لوبي. لوبي؟ اه. اهلا وسهلا، والله جميل ما شاء الله، اهلا وسهلا. ربنا يخليكي. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه الفراخ بانيه. الفراخ البانيه؟ اه. حاضر يا استاذه لوبي، واعملها لك الحلقه الجايه كمان من عينيا. تسلم عينيكي، شكرا. نورتيني يا قمر. الزيت معانا سخن،
وهنقول لأستاذة لوبي على البانيه اللي محير الناس كلها. البانيه في المطاعم حضرتك مش بيبشروا عليه لا بصلاية ولا طماطماية زي ما احنا بنعمل في البيت. بالظبط اللي بيحصل في المطاعم بيعملوا ايه يا ستي؟ هحكيلك. البانيه بيغسلوه كويس جدا، او انت عن نفسك اغسلي البانيه كويس جدا، ونجيب بولة كده نسيبه يتصفى كويس ما يكونش فيه اي مية، وفي بولة كده او طبق او اي حاجة عند حضرتك بتحطي عليه عصرة ليمونة، نص ليمونة على نص كيلو بانيه، نص ليمونة ومعلقة خل، وبتحطي البهارات اللي هقول لحضرتك عليها، ملح وفلفل وكزبرة وكمون وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وطبعا الكركم ما بحطوش عليها. الكركم انا هقولك انا بحطه فين، ماشي؟ يبقى ادي البهارات بتاعتنا، بس طبعا بحط له، انا ما بحبش استعمل المرقه زي ما احنا متفقين مع بعض، فبحط بهارات فراخ بستغنى بيها في جميع وصفاتي عن المرقه. بحط البهارات الفراخ، بابريكا، ملح، فلفل، كمون، كزبره، توم باودر، بصل باودر، وبقلب كل دول مع بعض. تركايه من عندي انا بقى، ممكن احط معلقه مستردة، معلقة مستردة. بصي المستردة بتطريها جدا، ما بتخليكيش محتاجة ولا اللبن ولا الزبادي ولا حاجة. أستاذة شيماء، ألو ألو ألو، شوف أنا بحبك جدا، ربنا يخليكي. كنت عايزة طلب كيكة. معلش، ربنا يخليكي على ذوقك، بس حضرتك كنت عايزه ايه؟ كيكة البرتقال. كيكة الكاكاو؟ البرتقال. البرتقال، حاضر، هقول لحضرتك عليها. نورتيني. انا كنت عايزه عشان اعملها النهارده. حاضر، اقول لحضرتك حالا، اكتبي ورايا. ماشي؟ كيكة. حبيبتي تسلمي. كيكة البرتقال عندي 3 بيضات، وعندي كوباية برتقان، عصير برتقان. ما عندكيش، هاتي كيس تانك وقلبيه كده في المية، ماشي؟ 3 بيضات، كوباية ونص دقيق، كوباية سكر او اكتر حسب رغبة حضرتك في السكر، بتحبوا الحاجة مسكرة ولا لأ، فانيليا، رشة ملح، كل الحاجات دي فين؟ في الخلاط. انت عصر البرتقال في البيت، كمان باخد البرتقال اللي انا عصرتها، باخد البشر بتاعها وانزله معاها كمان. استاذه رقية، الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير، اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، امورك؟ انا مبسوطه بطريقتك جدا، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ولا من ذوقك العالي. كنت عايزه اعرف طريقه الكشري المصري. حاضر، اقول لحضرتك عليه من عينيا يا استاذ رقية. شكرا، ربنا يخليك، شرفتيني باتصالك. معلش يا استاذه رقية، اكمل بس كيكه البرتقال الاخت اللي هتعملها النهارده. خلاص، حطيت كل المكونات دي يا حبيبتي، حطيتها كلها في الخلاط، كوبايه البرتقال، نص كوباية زيت، نص كوباية الزيت، وكوباية البرتقال، وكوباية ونص دقيق منخولين، وكوباية السكر او حسب الرغبة، اوعي تنسي معلقة الخل، وبشر البرتقال لو انا حطيته ما بحطش فانيليا، والثلاث بيضات، واشغل عليهم الخلاط، الخلاط، وعندك صينية تدهنيها زيت وتبطنيها بدقيق وتنفضيها من الدقيق الزيادة، ويبقى عندك كده احلى كيكة برتقال، بتخش الفرن على درجة 180، مسخنة الفرن من قبليها، مش معالياه قوي قوي. لو الفرن عالي، لا، انا بفتح باب الفرن شوية يهدى وانزله ما يكونش على نار عالية. استاذه عبير، الو الو، اهلا وسهلا.
وسهلا بيك. اهلا وسهلا حبيبتي. ممكن طريقه الكتاب تسيبيه؟ حاضر اقول لحضرتك عليها. حاضر. وهقول كمان طريقة الكيكة الاسفنجية، بس هكمل كيكة البرتقال. هي كده خلاص ضربت كل المكونات يا حبيبتي في الخلاط، بنزل بيهم في الصينية، وكمان ادخلها الفرن على درجة 160 وبتقعد 25 دقيقة، وافتح الفرن اختبرها كده بخلة واشوف معانا استوت ولا لأ، وما بطلعهاش على طول من الفرن، لا بسيبها شويه كده معايا في الفرن لما ما تطلعش على سطح بارد، وبتبقى معاكي انجح كيكه برتقال ممكن اي حد يعملها. وادي معانا سبرينج رول النهارده بمنتهى السهوله. بصي مقرمش ازاي وجميل. هكمل انا بقى باقي الكميه بتاعتي، بس حبيت ان انا اوصل لحضرتك الفكرة النهاردة بتاعت السبرينج رول، وهكمل باقي الحاجة معايا استاذة حنان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يخليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تسلمي لي في نعمة. الحمد لله. الحمد لله تسلمي لي في نعمة. الحمد لله. لو سمحتي انا عايزة اعرف طريقة الكيكة. طريقة ايه؟ طريقة الكيكة اللي هي عند حضرتك دي. خلاص. حاضر. يعني المقادير حضرتك بتاعتك. حاضر حاضر هقولها لحضرتك عادي. دي كيكة شوكولاتة عادية جدا، هقول لحضرتك حالا عليها دلوقتي. نورتيني باتصالك يا قمر. الكيكة اللي قدام حضرتك دي نفس المقادير اللي انا لسه قايلاها على كيكة البرتقال، مع اختلاف هقول لحضرتك تاني. 3 بيضات، كوباية لبن، كوباية سكر او كوباية وربع سكر، كوباية ونص دقيق، ونص كاكاو منخولين مع بعض كويس، كيس بيكنج باودر، ومعلقة الخل، وكيسين الفانيليا. كل ده بضربه يا اما بالمضرب بتاعي اليدوي او بمضرب كهرباء، او استسهلي احسن واحسن في الخلاط، والخليط كله بالدقيق. كمان بالدقيق بيمشي معاكي، بيبقى زي الفل، مفيهوش اي مشكلة. بمنتهى السهولة عندي صينية دهنتها زيت ورشيت عليها دقيق، وعفرتها كده كويس، ورحت دخلت الخليط بتاعي الفرن من غير مضرب الصينية ولا هزها عشان ما تطلعش الهواء اللي انا دخلته فيها. بعد كده رحت دخلتها الفرن، قعدت بالظبط 25 دقيقة او اقل كمان من كده. اختبرتها لقيتها استوت، فتحت باب الفرن عليها شوية وبعدين طلعتها. حبيت ان انا اكتر كمان، الولاد بيحبوا الشوكولات، فحبيت ان انا اعمل الصوص الاقتصادي اللي على قد ايدينا. ازاي؟ جبت الخلاط، حطيت كوباية لبن وكوباية سكر باودر، وحطيت نص كوباية كاكاو، ومعلقه كريم شانتيه عشان احس ان القوام بس تقيل زي الترت اللي بنجيبها من بره. وفتحت غطا الخلاط ونزلت بالزيت من فوق. احلى صوص معاكي. ام شيماء. الو. الو. اهلا بك. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. والله بقول لحضرتك انا عندي لبن بودره من اللي هو بتاع الاطفال، مش عارفه استخدمه في ايه. لبن باودر مش عارفه تستخدميه في اللي هو لبن عادي الاصفر ده. ده حضرتك بدخله في وصفات كتير جدا جدا جدا. اقول لحضرتك على حاجتين او ثلاثه تقدري ان انت تستخدمي لو حضرتك عملتي. حاضر حاضر من عينيا حبيبه قلبك. هقول لك تستخدميه في ايه. حضرتك كده ماشي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، نورتيني باتصالك. اللبن البودر انا ممكن استغنى من بيه عن اللبن العادي في اي وصفه، خصوصا المعجنات. يعني انا لو عملت شويه قرص ممكن احط اللبن على كيلو نص كيلو الدقيق، ممكن احط 4 معالق
من اللبن البودر بتاع حضرتك مع الخميرة وريحة الشمر أو ينسون اللي حضرتك بتحبي القرص بيه، وبتعجنيهم بمية دافية. أنا كده حطيت اللبن. حتى لو عملت بسكويت النشادر ممكن أدخل فيه اللبن البودر ومعجنش بلبن. حاجات كتيرة جدا ممكن ان انا استخدمها. ممكن اعمل شوية شوكولاتة للولاد، احطها في قالب سيليكون او في قوالب التلاجة اللي هي بنعمل فيها التلج، ان انا احط كوباية سكر بودر وكوباية من اللبن اللي عند حضرتك، اللبن البودر اللي عند حضرتك مع كوباية سكر ومعاها الكاكاو ومعاها اللبن، واضربهم مع بعض كويس في الخلاط وانزلهم في القالب معايا ماشي، وادخلهم الفريزر. وبعد كده بيبقى معايا شوكليت الولاد ياكلوه، وانت عاملاه بايديكي ما بيشتروش حاجه من بره. كتير وكتير وكتير استخدامات اللبن البودر معانا اقول لحضرتك عليها. و وبكده اكون قدرت ان انا ارد على يعني اقل من القليل على الاسئله. معانا استاذه مريم. الو. ايوه انا بحبك قوي. ربنا يخليكي وانا كمان بحبك يا مريم. ممكن طريقه البيتزا؟ حاضر من عينيا اقول لحضرتك حالا عليها. لو. ماشي حبيبتي. معايا البيتزا، اجاوب لمريومه على البيتزا. معايا كيلو الدقيق، معايا كيلو الدقيق بحط عليه 2 معلقه سكر ومعلقه ملح صغيره، وبحط كمان معلقتين خميره فوريه على كيلو الدقيق، وربع كوبايه زيت. ربع كوبايه الزيت ما بنزلهاش الا لما بخلط الحاجه مع بعضها كويس واعجن بميه دافيه، الاقي العجينه بتلزق في ايديا انزل بربع كوبايه الزيت. ادي البيتزا الاصليه. اي حاجات تانية بتتحط عليها لبن بودر او زبادي او اي حاجه، دي طبعا حاجات إضافية، بس هي الأساسية معانا اللي أنا قلت لحضرتك عليها دلوقتي. بتسيبيها تخمر يا أستاذة مريم، وبعد كده بتكوريها. بعد ما تخمر بتكوريها وتسيبيها كمان كور ترتاح 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير في الصينية. بعد كده بجيبها وافردها على الصينية بتاعتي اللي أنا دهناها زيت والحشوات دي بتاعت حضرتك. وانا قلت لك على الصوص بتاع المطاعم، لو حضرتك رجعتي للحلقه بتاعه البيتزا صوص المطاعم بمنتهى السهوله ومش مكلف معانا. وحبيت ان انا اقطع قطعه من الكيك بتاعنا النهارده السهل البسيط جدا جدا اللي ولادك هيحبوه ومش مكلف خالص. اهو كل ما بيقعد كل ما الصوص بيجمد او مش بيجمد، يعني بياخد الطبقه زي بالظبط التورته اللي احنا بنشتريها من بره. بص حضرتك اهو قدامك القوام بتاع الكيك بتاعنا النهارده. هتفرحي ولادك بحاجه بسيطه جدا جدا وسهله جدا جدا، واعتقد ما فيش حد ما بيحبش الشوكليت، فولادك هيحبوها واكيد هتطلع زي الفل وجميلة عشان من ايديكي. التورتاية دي اهداء مني النهاردة، التورتاية اللي على قد ايدينا قوي 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 البسيطة قوي، والصوص اللي نقدر كلنا نعمله وما نشتريش صوص الشوكولاتة الغالي من برة ونعمله في البيت لولادنا بمنتهى السهولة. الو. الو. الو اهلا وسهلا. مع حضرتك اموريني. اهلا وسهلا. معلش حبيبة قلبي، معلش ممكن توطي التلفزيون عشان اسمعك وتسمعيني كويس؟ اموريني بقى. متأسفة جدا جدا، كلميني مره تانيه بس بايه، وطي التلفزيون عشان اسمعك واعرف انت بتقولي لي ايه. حابه كمان ان انا اوريكم معايا سبرينج رول. بصي مقرمش جميل،
والخضار جواه مستوي وزي الفل. اهو زي ما حضرتك شايفة احلى سبينج رول متحمر وجميل ومقرمش ومقرمش وجميل، وهيعجبك وهيعجب ولادك. يبقى كده النهاردة استاذ محمد اخر اتصال. استاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. معاكي استاذ محمد اتفضل. انا بشكرك والله على الاكل الجميل ده. ربنا يخليك يا رب. أمرني يا استاذ محمد انا معاك. انا بس داخل اشكرك بس على الاكل الجميل ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ محمد، اتصلك على راسي من فوق، متشكره لذوقك العالي. ربنا يخليك يا رب. يبقى كده انا لسه مستمره معاكم من اول يوم جيت في مطبخ على الهوا، ان انا بقدم الحاجات اللي في المطاعم بره غاليه جدا جدا. لا احنا هنجيب المطعم في البيت ولولادنا ومنتهى السهوله، مفيش اي حاجه هتقف قدامنا. المطبخ سهل جدا جدا، مدرسه كل ما تخشي سنه تنجح فيها بتحب تطلعي السنه اللي بعديها. ان شاء الله بامر الرحمن مع بعض هنتعلم كل حاجه بمنتهى السهوله، وعندنا البدايل ما بنقفش على اي حاجه، وبندي ولادنا كل اللي نفسهم فيهم بمنتهى النظافه والامان والغذاء وكل حاجه. يا رب اكون قدرت اوصلك ولو اي حاجه بسيطه، وان شاء الله الحلقات الجايه مستنيه الكومنتات بتاعتكم والتعليقات والاسئله والاقتراحات. تحبوا الحلقه الجايه نعمل ايه؟ يلا نعمل مع بعض. اختاروا انتوا معجنات، حلويات، اي حاجه اللي حضرتك عايزاه هنشتغلها مع بعض. وان شاء الله هشوفك الحلقه الجايه، وما ننساش ندع مع بعض. اللهم ارفع البلاء يا رب وكفينا شر الوباء. ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه احسن، وهنعوض اي حاجه راحت مننا. ان شاء الله اشوفك في حلقه جديده من برنامج مطبخ على الهوا من احلى قناه، قناه الصحه والجمال، مع الشيف اسماء. والسلام عليكم.